وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار أهلا ومرحبا يا دكتور أهلا وسهلا أحسن الله عليكم وإليكم أحسن الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم آمين آمين اللهم أمين يا رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى بعض الأسئلة الواردة على صفحة البرنامج شيخي الكريم هل الجن يسكن في عرائس الأطفال؟ نعم والله هذا الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة وبعد الجن له خفة ويستطيع أن يسكن الإنسان لا العرس نعم يتلبس البعض أنكر الجن. هذا البعض أنكر هذا وإنكاره ليس له ثم دليل هو عقلاني جدا فينكر هذا كيف ينكره قد قال الله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الإنس قد استكثرت يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إذن هو يعني يستمتع نعم يستمتع وفي هذا الباب أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث فاصل في النزاع هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم في السنن مر على امرأة عندها ولد به الجن ففغرفاه ثم قال أخرج عدو الله أنا رسول الله وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم السوداء كانت تقوم السوداء قالت لرسول الله يا رسول الله أدعو الله لي فإني أسرع وأتكشف طب إيش بتسرع من وين؟ بأسراح الجن إني أسرع وأتكشف فقالت أدعو الله لي فقال إن شئت صبرتي ولك الجنة وكان ابن عباس يشهد على امرأة تسير بين الناس أنها من الجنة هي هذه قال إن شئت صبرتي ولك الجنة ف قالت أصبر في رواية في ابن خزيمة وفي غيرها قالت أصبر لكن الخبيث يجعلني أتكشف وهي صحيحة ضعفها بعض العلماء وحسنها بعض العلماء لكنها صحيحة الخبيث يجعلني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف وعن الواقع يشهد بذلك أحمد بن حنبل يعني كان له وقائع في هذا الباب فالحق بأن الجن يتلبس بالإنس نعم وانت ترى الواقع يشهد لحضرتك ده فيه هنا التلبس بالعشق يعني الجن يعشق الإنسي وهذه أصعب الحالات إن أصعب عبادي الحالات. ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ها إلا من اتبعك من الغوي إذن الجن لا يسكن أو لا يعني يسخر أو لا يعني ولا يستطيع أن يسيطر إلا على ضعفاء النفوس إلا من اتبع الإيمان. نعم إلا من اتبعه أما قوي الإيمان الذي لديه ورد وقرآن وسنة ووضوء وصلاة وذكر لا يستطيعه لكن قد يكون انتقاما ينتظر له غفلة من الغفلات وتعلم حضرتك أننا يعني من أهل الغفلات نسأل الله السلامة فقد تعترين غفلة فهو ينتظر يصبر إلى الغفلة ويحاول أن ينتقم المسألة فيها العداوة ضارية الحرب مشتعلة مستعرة بين الإنس والجن فهو متربص بأهل الإيمان لكن الحمد لله ذكر الله يجعله يخمص قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قال ابن عباس هو خناس إذا ذكر الله خنس ما يستطيع هي المسألة كلها تحتاج السيف بطار لكن تحتاج إلى قوة ضاربة فهو الآن الإنسي يسكن الجن يسكن الإنسي وأيضا يسيطر عليه في حالات أما رأيت حضرتك رجلا لا إرادة له
يحصل ما انتهى الموضوع. وهذه وبعدين الواقع يشهد بذلك كثير جدا في هذا الباب. فهنا نعم يسكن هو عنده خفة، هو الله خلقه من نار له قوة، بيتحول بيتشكل بيكون على هيئة الحية. النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي كان راجع مع النبي فوجد امرأته وكان كان حدث الزواج، وجدها على 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 باب البيت، فيعني الغيرة أخذته، قالت لا تعجل علي أدخل وانظر، فنظر فوجد حية أعظم ما تكون على فراشه ومعه الرمح فرماها. يقول الصاحب الجليل وباره يقول لا نعلم أيهما كان أعجل، كلاهما مات أيهما كان في التو. أما النبي صلى الله عليه وسلم منع ونهى عن قتل حياة المدينة، لما قال لابد أن يحرج عليها ثلاثا لأنها جني. طب نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أم يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الله يكرمك ثلاث أسئلة؟ ويكرمك تفضلي. معلش ليا ابن أخويا والده والدته انفصلوا وهو عمره سنة. معلش سؤال طويل يا شيخ استحملني معلش. تفضلي. وبعدين الولد احنا خدناه، والدتي اتكفلت بتربيته، والده اتجوز والدته اتجوزت، وبعدين ربنا ما وفقوش في التعليم وشغلناه، وبعدين انا ادخرت له مبلغ من المال، انا عمته وادخرت له مبلغ من المال، بس والدتي كانت بتصرف عليه وفلوسه ما بتاخدش منه اي حاجه. نعم. فبعدين الولد يعني زعل معانا وراح عند والدته، وبعدين اتجوز وعاش حياته وبعيد عننا يعني، بس الفلوس انا ما اديتهالوش. فدلوقتي محتاره الفلوس ديت، والده ظروفه صعبه، والده عامل في مسجد وعنده بنتين اتنين وولد وهو كبير في السن، وما يعني ما معهوش ان هو يصرف على اولاده دول يعني على قده يعني. والولد في نفس الوقت برضه ظروفه على قده برضه، بس الولد يعني مش ناصح طيب بالفطره، مش عارفه اديله الفلوس ولا ادي الفلوس لوالده. والده قال لي هاتي الفلوس، وانا لما ابني عنده حته ارض ورثها وكده، قال هبني له شقه واكتبها له تمليك. انا مانيش عارفه اعمل ادي الفلوس لوالد ولا ادي الفلوس لوالده. لديها الصبي لما كان يدخر معها، السؤال الثاني يا شيخ الله يكرمك، كان يدخر معها المال وامها تنفق عليه. نعم. الان هو كبر وتزوج وهو صاحب المال. نعم. السؤال الثاني يا شيخ الله يكرمك، اتفضلي ويكرمك. انا كنت بحلم يعني من سنه 90 كده وانا صغيره، كنت بحلم كل حلم احلمه لازم اقوم افوق على ان حد مات، يعني الحلم يتفسر كده قدامي لوحده. كل ما احلم حلم الاقي حد مات، لدرجه كل ما احكي لاولادي وجوزي اخواتي قعدوا يقولوا لي اوعي تحلمي لنا اي حلم، وياخدوها بتهريج. بس انا الاحلام دي اتنيتها ملازماني على طول لغايه من قيمه 4 سنين كده، بطلت احلم خالص. طب ارادتك يعني انت بتقولي نفسك ما تحلميش؟ ما اعرفش، انا من سنه 90 لحد من 4 سنين كده الاحلام دي انقطعت عني، لدرجه في يوم يا شيخ انا كنت قاعده في يوم العصر كده جه خطر على بالي والد صديقه ليا وما شفتهاش بقالي حوالي 15 سنه، جه على بالي. تاني يوم سمعت ان هم ندعوا عليه ان هو مات. ما اعرفش بقى الرؤيه دي من عند الله ولا الشيطان هو اللي متبعني، وانا عايز اعرف ايه الاحلام ديت وليها انا بطلت احلم عشان السلامة. انا قلتها ماشي يا ام يحيى، جزاكم الله خير. ربنا ما نش عارف. مع السلامه، ربنا يحفظك. استاذ ايمن السلام عليكم. مساء الله بركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ مرحبا يا استاذ ايمن، تفضل. كل عام وانت بخير والدكتور محمد بخير يا رب. ربنا يبارك فيك وكده منورين الشاشه وكده على الجروب، ربنا يجعلكم كده ظهر للاسلام والمسلمين. اللهم امين واياك والمسلمين والمسلمات. الله يعزك يا استاذ احمد. الله يخليك. معلش هو سؤال هيطول دقيقه واحده بس معلش بصدر واحد بس الله يبارك لك. بس احنا عندنا مسجد في القريه بنبنيه دلوقتي، ودلوقتي الجار بتاعه كان هو الامام بتاع المسجد، هو اللي جنبي صاحب الامام، والحمد لله المتضرعين للمسجد بسم الله ما شاء الله، يعني المسجد دلوقتي صرف دخله عدد 3 مليون دلوقتي، والناس بتتبرع عشان يفتخر. هذا الامام واقف للمسجد عشان اللي بتعبوا المشاكل عاوز يستغل المسجد. معلش الامام ما به يا اخي، شفاك الله عافاك يا شيخ. معلش بالراحه يا استاذ ايمن. استاذ ايمن من هذا الامام انا لم اسمعك. ما بالامام؟ ايه المشكله؟ ايه السؤال؟ الامام المسجد ده بقى هو جار المسجد على طول. جار المسجد هو واقف للمسجد دلوقتي وجاب له وقف من الاوقاف،
ان هو مضر ليه وبتاع وكده. فالناس وسب الدين للناس، وان هو الناس سابت المكان اللي جنبه يصلوا فيه معاه اتنقلت لمسجد تاني، فهو جه غصب عن الناس وبقى يصلي بهم امام. الناس نظرت من المسجد، هل يجوز الصلاه وراء امام واقف لمسجد ووقف وقبله وقف فعلا؟ يا اخي انت متعصب وانا مش سامعك كويس. يعني السؤال، هل يجوز الصلاه خلف امام ما به بهدوء؟ سب الدين، سب الدين، سب الدين والعياذ بالله. طب حاضر، واقف دلوقتي المسجد بيبني، هو اللي قبله واقف عشان المسجد ما يبنيش، واقف امام بناء المسجد. خلاص وضح السؤال، الله يهدينا ويهديه فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، لعلنا كان السؤال العرائس والشياطين، هل تسكن العرائس بالانس؟ انا اتلبس خلاص، اتلبس بالانس، لا يتلبس بهذا. قد يوجد. الاجابه نعم، وقلنا انه اصلا له قوه يتشكل فيها. الفارق بينه وبين الملك، الملك يستطيع ان يتشكل باي صوره ويرجع على ما على مكان عليه. نعم. طب يعني حتى لو نعم. شيخي الكريم اعزك الله وبارك الله فيكم، في بعض الناس يحبون يعني تزيين الشقق والمساكن، البيوت يعني بعرائس اطفال توضع على الارفف، توضع على الاماكن كنوع من الزينه. نعم. فهل هذا ايضا او هذه الاشياء تسكنها احيانا الشياطين؟ هذه مشكله، هذه تمنع الملائكه. هذه تمنع الملائكه. جبريل عليه السلام، عشان نفصل في الخطاب، الادله كثيره جدا، لكن جبريل يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف ما دخل معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تدخل؟ فقال له في البيت جر، وفي البيت صوره، وفي البيت صنم، يعني شيء منحوت كالعرايس تمثال، وفي البيت تمثال شيء منحوت. قال فاعمد الى الجر فاخرجه، واعمد الى الصوره فاطمسها، طمس الصوره، واعمد الى التمثال فاكسر راسه فاجعله كالشجره. لكن عرائس الاطفال مهانه. انا كاسمه انا حضرتك وصفت وصفه انها معلقه وزينه في في توضع كزينه، خلاص ما في فين الاهانه هنا، دي معظمه هنا الان، ما يجوز. لكن لو فرش او شيء من ذلك ما فيها شيء، حتى الملايات التي توضع، الملايات وايضا الفرش التي فيها الصور يصح للانسان. نعم يعني عائشه القرام قسمتها نصفين وجعلت وساده ووساده وفيها الصور. جزاك الله خيرا دكتور محمد. من اسئله صفحه القناه على الفيسبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل طبع المصاحف صدقه جاريه للمتوفى؟ وهل الدعاء له يخفف عنه والتسبيح والتسبيح على مسبحه المتوفى هل تكون صدقه له او حسنات التسبيح تصله؟ شيخي الكريم كده اكثر من حاجه. ما هو هو ماذا صنع له؟ اشترى مصحف واعطاه من ماله الرجل يقرأه. نعم في هذا الباب ان شاء الله يكون عليه له في ذلك، والدعاء له، والدعاء له. هذا الاصل، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به اذا اتى بكتاب من لطلبه العلم الذين يعلم انهم يجدون في الطلب، يدخل في الباب، المصاحف تدخل في الباب، الدعاء طبعا اصل في هذا الباب. المسبحه على الخلاف الموجود، وانا ادعو الله بجوازها، لان ابا هريره استند صحيح اليه انه كان يسبح بالحصى، فله ذلك ايضا. جزاكم الله يدخل فيه. الكريم. بارك الله فيكم. والتسبيح على مسبحته والصلاه على سجادته. نعم. ياخذ ان شاء الله باذن الله القبول. نعم شيخ كريم، من اسئله الصفحه ايضا، بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحه والعافيه. رضي الله عنكم. وعنكم رضي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زوجي يعمل في محطه وقود ويدير كل شؤونها. بعض زيوت السيارات تنزل معها هدايا، في هي مفروض للزبائن اللي بيشيل كمية كبيرة، الزبون اللي بيشيل كمية كبيرة يأخذ هذه الهدايا، ولكن نظرا لعلو السعر بيباع قطاعي، والهدايا تركن، ويؤذن أو يأذن صاحب المحطة لزوجي وزميله أو زملائه بالتصرف فيها. بس آخر مرة كانت الهدايا موبايلات مش عليها قوي في السعر، مش عالية قوي في السعر، هل يجوز أخذوها بدون علم صاحب المحطة؟ الزيت لمن أصلا؟ لمن يشتري كمية؟ لا لا، الزيت لمن؟ للشركة أم للمحطة أم إيش؟ ما هي مباعة، لشركة مباعة خاصة يعني، ولا هي للمحطة؟ محطة وقود. يبقى هي للمحطة وعاملين عليها هذا ال المسألة الهدايا دي. الهدايا. الحاصل السؤال إنه الهدايا هو راضي بها، الهدايا بياخذها
راضي بها المدير صح؟ تمام. ولكن في هذه الموبايلات ما يعلم بها صحيح؟ إذا لا يجوز. ما يجوز. تمام. ما يجوز. لابد أن يعلم بها. إلا بعلم صاحب المحطة. لابد أن يعلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم يا أم مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضل. أنا الأول عايزة أشكر حضرتك وأشكر الشيخ وأشكر الله كل العاملين. كتر خير. وأشكر كل العاملين في القناة دي والقائمين عليها، لأن بيجيب الإسلام اللي هو إحنا نشأنا على فكرة الإسلام، فما فيش إسلام في المدينة، مش ما فيش يعني، يعتبر مادة دينية شبه مش موجودة. جزاك الله خيرا يا أم مصطفى، خش في الموضوع. بارك الله فيكم وأشكرك على هذا الكلام الطيب. صلى الله أن يغفر لنا جميعا وأن يتقبل منا جميعا. لا ربنا يبارك لكم كلكم والحمد لله. الله يحفظك. طب أنا عندي 39 سنة. صليت بصلي من حوالي سنة، والصلاة دي ما صليتش، كنت بصلي يعني شبه منعدمة. الله يثبتنا وإياك. حكم الصلاة اللي فاتتني. حاضر. تاني سؤال ليا. عليه الصلاة والسلام، الله يرضى عنك. أنا عمري ما يعني بصومش رمضان، بس عمري ما صمت أي صيام فاتني قبل كده. قضاء يعني. ولدت مرة في رمضان. وتالت سؤال ليا. لا حضرتك كنت بتاخدي رمضان ولا ما كنتش بتاخديه؟ الأيام اللي كنت يعني لا تصوميها في رمضان ما خدتهاش قبل كده؟ ما صمتش. ما صمتش، هي كانت بتصومي لتصوموا في رمضان ولا تفطروا تفطروا. طيب كيفية القضاء؟ ما صمتش. واضح، الله يسترنا وياك. حاضر، في سؤال ثالث؟ طيب أنا دلوقتي بتاع يعني ممكن أقترض مبالغ من المال من والدتي، ووالدي على علم إن يعني إن أنا بديها لها، وساعات ممكن أديها لها وساعات ممكن ما أديهاش لها، فهل ده يعني مثلا لو أنا ما أديتهاش ليها هي على ذنب وأنا على ذنب، بس هو بيعتقد إن أنا بديها لها؟ حاضر. وتسأل تاني معلش، انا ما نفسي القناه يعني تعمل برنامج للاطفال يبسط لهم الدين بتاعنا. السؤال الاخير مش سامعه يا ام مصطفى، مش سامع السؤال الاخير، عيد الكلام من فضلك. القناه عندكم قناه الندى تعمل برنامج للاطفال بتوعنا، لان احنا طالعين احنا يعني انا ما اعرفش اساسا بدايه الاسلام، فما بقدرش اوصل لعيالي معلومه. بنتي في اولى سنه ما بقدرش حتى دور كام ركعه الصبح كام ركعه، وما اجي اكلمها تقول لي كبري. اقترح جيد، بارك الله فيك يا مصطفى. حاضر. لما بدات اكلمها وكده بقى بتقول لي كبري، انت قديمه، انت مالك، انا اصلي ما اصليش. فعايزه برنامج ويكون يعني في وقت مناسب وكده الاطفال تتفرج عليه باسم يرجع الدين تاني. حاضر، في امان الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. كان ليا سؤال عند حضرتك يعني. اتفضل يا فندم. أنا مطلقة من زوجي ومعايا بنت، ومتقدم لها أخ يعني كده، فبالنسبة لوجود أبوها كولي هيبقى فيه ضرر عليا وعليها حاجات كتير. وش الضرر؟ فينفع اي حد الشيخ يسال الدكتور محمد يسالك عن الضرر الواقع من تدخل ابيها كولي لابنته. الضرر ان هو هيعرف بيتي وهيفضل يجي لي، دي حاجه. تاني حاجه هو اصلا يعني مش متزن عقليا، فانا خايفه يعمل لها مشاكل في حياتها بعد كده. طيب في مين تاني بعديه يعني، طالما هو عنده ظروف نفسيه؟ نعم. وظروفك انت، مين تاني يعني؟ ليه اخ لها عم يعني، هي لها اخ؟ لا مين تاني موجود؟ هم مش اهل هو مش اهل يعني، ما بيصلوش، بيسبوا الدين، بيشربوا، بيعملوا، فما ينفعوش اصلا كولي. هو لها اخ ولها خال. لها اخ ولا فينفع اخوها او خالها يبقى هو وليها؟ الوالد والدها ما استطاعش يتصل باخيها يقول له زوجها، يعني يوكله يعني. ايوه يعني ابوها يتصل بابنك. نعم. ويقول لها او يقول له زوج اختك مثلا، ولا ده في مشاكل برضه؟ وطي التلفزيون من فضلك.
مش سامع صوت حضرتك معلش. طيب شيخنا يجيبك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ يوسف السلام عليكم. ايوه يا شيخ معاك اهلا ومرحبا تفضل. بقول لك يا شيخ نعم انا دلوقتي مثلا داخل عند اختي مثلا او خالتي او عمتي مثلا فهي عملت لي شيء مثلا او شربت عندها ميه او كده هل دي يعتبر ده حرام او كده؟ نعم لان طبعا المال بتاع جوزها يعني هو اللي جايبه. يعني أنت تسأل عن حكم الأكل عند قريبة كانت أيا كانت وفي مال زوجها شبهة ولا ماله حرام محقق؟ لا هو المال نظن أنه حلال لكن أنا يعني داخل واللي جايب الحاجات دي جوزها يعني مش من مالها هي. آه طيب زوجها جايب الحاجات وهي بتأكلك من زوجتك بقى. أنا سمحت بس يا أختك عمتك حاضر خالتك. طب أقول لك يرضى عنك ويحفظك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت يا شيخي يداهمنا وقد بدأنا متأخرين بالفعل. أم يحيى ابن أخي أمه يعني طلقت أو مطلقة وهو عمره عام ويبدو أنه هو تربى عند أمها وأمها التي كانت تنفق على هذا الشاب حتى كبر وكان يدخر مع عمته. الشاهد ان هو غضب منهم وراح عاد لأمه وتزوج و و و و المال اللي هو أمانة عند هذه العمة ملك لأبيه ولا ملك لهذا الشاب الذي كانت تنفق عليه أمها؟ نعم جزاك الله كل خير وهي. أنت حضرتك فصلت المسألة الإجابة يسيرة جدا. هذه أمانة واجب عليها أن تؤدي هذه الأمانة. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمر الثاني هو الوالد أراد المال والحديث أنت ومالك لأبي. والمسألة كما قلت فاهم الناس هذا الحديث فاهم مغلوطا. الآن الرجل عنده ما يكفيه طيب لكن الولد عنده عواز والأب برضو ظروفه تعبان لكنه صح. إعواز وليس كعواز الولد وحتى هذا معوز وهذا معوز يبقى إذا الولد لا ليس عليه وجوبا أن يعطي ماله لأبي لابد أن يكفي نفسه. فالعمة وجب عليها أن تؤدي المال لابن أخيها. هذه أمانة عندها. نعم بارك الله فيكم يا فضيلة الدكتور. أحسن الله عليكم. الله الصحة والعافية وعنكم رضي الله. إمام المسجد كما وصف الأخ أيمن واقف أمام الناس كي يعني يوقف البناء ويصد عن بناء المسجد فما الحكم؟ لا هذا هين يعني ويسب كمان سب الدين. نعم نسأل الله العفو والعافية. سب الدين كفر. نسأل الله السلام. هذا كلام احنا نشوف أنا أنأى الناس وأبعد الناس عن هذه المسألة. لا يتجرأ على تكفير الناس إلا جاهل جريء يعرض نفسه لخطر عظيم. لأن النبي قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما فقال إن لم يكن على ما قال حارت ورجعت عليه. أعوذ بالله من يقولوا عليها السبة تعود إلى صاحبها. لكن هذه بقى اللعن والكفر. لكن هذا المسألة معلوم بدي بالضرورة هذا ما سب الدين كفر مستقل. ما حدث خلاف بين العلماء في هذا الباب إلا عند المتأخرين كلام ابن عبدين في مسألة التفريق بين سب المتدين ولا سب الدين. قد ينتوي بسب الدين سب المتدين لا سب الدين. فهمنا حضرتك؟ واضح. لكن صحيح أنه سب الدين الله جل وعلا في كتابه جعل الاستهزاء كفرا فكيف بالسب من باب أولى. فهذا الرجل لابد أن يعود للإسلام يقول لا إله إلا الله ويعود للإسلام. يعملوا معاه إيه؟ ده هؤلاء طبعا يعني هل له سطوة له قوة هو يبدو أنه هو جار المسجد ويستغل يجلسون معه ويشوف الصلحاء من المكان برفق ويجلسونه إن لم يكن لابد يتصرف في من له الأوقاف أكيد التي لها اليد على المسجد فهي تتدخل في هذا الباب لكنهم ليس لهم يد أن يفعلوا ذلك معه بقوة أو بغير من ذلك. ما هو إلا اللطف والرفق والنصح. الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته الله هذا خير. الذي يملكونه فقط. بارك الله فيكم. أحسن الله. نعم يا ليت قومي يعلمون. أمين. أم مصطفى 39 سنة متعك الله بالصحة والعافية. أمين. مصطفى ما صلت إلا من عام وكل الفوائد طبعا غفر الله لها. غفر الله لنا ولها. لنا ولها الثبات. غفر الله لنا ولها وسبت الله. ماذا تفعل في الصلاة الفائتة شيخي الكريم؟ تكثر من النار. تكثر من النار. شوف هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل كان يصلي خطأ. قال السلام عليك يا رسول الله سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات. في المره الثالثه جاء فقال يا رسول الله والذي نفسي بيدي لا اعلم الا ما رايت فعلمني.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الرجل هذا الكلام معناه انه سنين يعمل ايش؟ ما بيصلي الا هذه الصلاه وصلاه باطله، لان النبي اعادها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. فلما امر وامر امر بهذه الصلاه فقط، لان المشقه تجلب التيسير. المراه التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت صلى الله عليه وسلم تعج عجنا او تسج سجا، الدماء تسيل وهي كانت مستحاضه، تحسب ان الدماء لما تنزل تمتنع عن الصلاه، فمكثت سنين لا تصلي، وما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تصلي. فهنا انا اقول لها في هذا الباب، هي اكيد ممكن تكون متعمده ترك الصلاه تعمدا، فالجمهور يرون انها تقضي الصلاه، وهذا صعب عليها، شاق جدا. فالاولى لها في الحالتين ان تكسر من النوافل، والنوافل تصد خلل الفرائض ان شاء الله. اسال الله القبول. وماذا تفعل في الايام التي عليها من رمضانات؟ لا، هذه وجب قضاءها يا سيدي، وجب ان تحصر. تقول ما اعلم، نقول غلبة الظن، غلبة الظن عندك ان هي سنوات خمس، سنوات سبع، سنوات ست، تحاول قدر الامكان بغلبة الظن تحصر عددا او تقضي، وجب عليها القضاء. بارك الله فيكم شيخ كريم. اقترضت من امها او عائشة، لازم الدليل على الفارق بينهما لما جاءت معاذة الى عائشة رضي الله عنها وارضاها فقالت لها يعني لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، جاهلة أتعلم أو عالمة أتثبت؟ فقالت كنا على عصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقضي نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، عشان ما أحد يقول لما فرقت. فالتفريق هذا الدليل هو. جزاكم الله خير شيخ الكريم، وأعلم أنكم لا تتكلمون مشايخي إلا بدليل. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم أستاذ عبد الله. السلام عليكم. أهلا ومرحبا، تفضل. بقول لك شيخ معلش، أنا عندي اخويا توفى وكده، فعايز اعرف شهدوا له اربعه، يعني لو مثلا مات شهدوا له اربعه للصلاح وكده، فده يبقى حاجه كويسه ولا هو الناس كلها بتشكر فيه؟ انا اصلا بصلي وكده يعني، فانا عايزين نعرف اللي دوت ناس بتشكر فيه وهو بيصلي كده، فعايزين نعرف يعني ايه اللي هو كده يبقى كويس. اسال الله عز وجل ان يجعله من اهل الجنه. امين. وان يلحقنا بهم على خير. امين. امات الله. السلام عليكم. يا رب. اهلا ومرحبا يا اختي. بس انا عايز اسال بس، هو محسن الي كتير. حضرتك كنت تتكلمين قبل الدخول على البرنامج يعني، فممكن حضرتك تعيدين الكلام من فضلك؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك انا متزوجه بقالي 3 سنين. نعم. وانا زوجي بيسب الدين وبيتلفظ بالفاظ مش كويسه وما بيصليش خالص، وبيصوم رمضان برضو بالعافيه خالص، بس هو محسن الي كتير يعني، كويس معايا مش وحش، فانا مش عارفه اعمل ايه حاليا يعني، انا حكمه ايه معايا؟ طب انت يعني قبل ما تتزوجي كان بيصلي ولا بطل صلاه ولا هو جاي لكم كده؟ هو كان بيقول ان هو كان بيصلي، بيقول هو كان بيشرب سجاير، هو بيشرب سجاير وبدا يشرب حاجات تانية، فمش عارف والله. حاضر شيخنا هيجيبك، هدانا الله واياه، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، الاخت ام مصطفى تقترض من امها احيانا، أبوها يظن أنها ترد المبالغ لأمها وأحيانا لا ترد المبالغ، فما الحكم؟ فهي بتقترض من مالها الخاص ولا من مال أبيها؟ هي تأخذ من أمها، أمها في الغالب لا تعمل. لا، ممكن يكون عندها غنية يعني، وكان السؤال قد يكون عندها نعم. إذا كان من مالها الخاص خلاص هذا ما فيها شيء، والأمر على أساس أنها لا تعيد والأم راضية فهذه هبة وينتهي الأمر. طب هي اقترضت وهي تأخذ المال من أبيها، إن المسألة على التفصيل، كانت البنت فقيرة وفي إعواز وما أحد يعولها، ليست متزوجة، فنفقت البنت على أبيها واجبة، فيكون هذا من باب النفقة عليها. أما كانت متزوجة وفيها الإعواز فلابد الأم أن تخبر الوالد. نعم، ليعلم الوالد بهذا الأمر، وأكيد سيصر بهذا يعني. أكيد إنها أكيد ابنته. أكيد. ما حكم تربية الطيور المغردة في الأقفاص؟ يعني إيه الطيور المغردة؟ بتغني يعني؟ المغردة العصافير، البغبغاوات. لا لا، قال يا أبا عمير ما فعل أن نغير، وده حتى أصلا العلماء الفقهاء اختلفوا هذا الباب على أن ده صيد، والمدينة حرمها النبي كما حرم مكة. فكان يمر عليه الصغير هو أخو أنس ويقول له يا أبا عمير ما فعل أن نغير، فيصح أن تأتي بهذه الطيور، وللزينة أيضا يصح، وأن تشاهد لها ذلك، تنظر في مظاهر ربوبية الله جل في علاه في عظيم خلقه في هذه العصفير لها ذلك. البعض يقول المهم ان تطعمها وتسقيها، هذه اهم شيء. لكن الحبس ليست محبوسة. ما في شيء، ما هو قال يا ابا عمير ما فعل النغير؟ النبي يوم ما قال له حبسته لما حبسته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار في هره حبستها، شوف الحبس ليس عله تعذيب، حبستها. لا هي اطعمتها؟ ممتاز، هذا هو بين العله هنا، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل،
يبقى ايش العله التي عزلت من اجلها؟ منعت الطعام ومنعت لا تاكل من خشب الارض، حرمتها الطعام والشراب. نعم. لكن الحبس ليس عله مؤثره، ما فيها شيء. بارك الله فيكم يا دكتور. امراه حامل وهي بتصلي ترابيزه، بتحط ترابيزه جنبها وهي بتقوم من السجود على هذا، يعني لعلها بتسند نفسها على ترابيزه، يعني تسجد وبعدين لما تطلع يعني بتطلع لها ذلك لظروف الحمل. نعم. لها ذلك. وانا اقول لها افضل لك ان تومئي، لان ممكن يكون الضغط على بطنها في هذا يضر بالجنين. بارك الله فيكم دكتور محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نبذه عن حياه الامام البخاري الله يرحمه ويغفر له رضي الله عنه وارضاه، طبعا يحتاج عمرا طويلا. بارك الله فيكم. نعم هذا هذا امام اهل الشان هذا يا رجل. نعم. هذا انا اتكلم فيه كلمه واحده وبعدين حضرتك بقى ممكن تجعله سؤالا خاصا نبدا بابتداءات. نعم. يعني الامام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند احد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. طبعا ليه؟ لان علي بن المديني فحل في العلل، وده اشرف موطن مواطن علم الحديث. شوف الكلام الذي قيل عن البخاري، هو طبعا قال عن شيخه وفاء ونبلا ويعلم، لا يعرف الفضل اهل الفضل الا اهل الفضل. فالتلميذ يقول عن شيخه: ما استصغرت نفسي عند احد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. علي بن المديني قال: دعوكم من قوله والذي نفسي بيده لم يرى البخاري مثل نفسي. وهذه معناها ان الرجل ليس بالهين، هذا امام اهل الشأن. وياتي من يهرب بما لا يعرف ولا يعقد ولا يستجمع نواقض الوضوء يتكلم في البخاري وحديث البخاري. هذه والله نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بين يدي الساعة سنون خدعة. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تكفي ولكن لضيق المقام. نعم. والوقت. نعم. ولنا إن شاء الله عودة. نعم. بإذن الله عز وجل. أمة الله مطلقة وعندها بنت، أبوها البنت متقدم لها شاب للزواج، أبوها لو يعني باشر الولاية ولايته لابنته، الأخت تقول إن هيبقى في مشاكل وهيعرف العنوان وهو كمان عنده مشاكل ذهنية وعقلية. ذهنية عقلية مختل. ذهنية عقلية الله أعلم بحاله. غير كامل الأهلية، عشان بس ننهي المسألة صحيحا. نعم. وأنا أجيبها على كل أمر. إن كان غير كامل الأهلية خلاص ولا يصلح أن يكون وليا. طيب؟ خالها أم أخوها؟ لا خالها ليس ولي بحال من الأحوال. أخوها؟ بحال من الأحوال، هو أخوها الذي يتولى بذلك. بارك الله فيك. أبوة أخوة عمومة. وذو الولاء طبعا. ولو كان البنوه فيها اختلاف. ولو كان ابوها كامل الاهليه. واذا كان ابوها كامل الاهليه لا يصح نقل الولايه ابدا، يبقى هو اللي يحدث ان حد حتى لو في مشاكل. حتى لو في مشاكل. الزواج لا يصح الا انه يذهب اليه ويقال له وكل ابنك يزوجها. فيتصل بالولد يقول زوج اختك. فهذا الذي يمكن يصح، لكن لو اي شيء ثاني غير هذا الباب العقد باطل. بارك الله فيك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. صلى الله عليه وسلم. الاخ يوسف: اذا اكل عند اخته او عمته او خالته او احدى محارمه من مال زوجها، والزوج ربما لا يعلم بمجيئه وربما لا يعلم بانه اكل من طعامه، فهل هذا جائز؟ هذا امر يتعافى عليه الناس ويتعافى فيه الناس. هذا المحظور فيه شيء واحد، ان يحرج هو على ذلك. يعني هات الزوج يقول: اخوك لا يدخل، ما اريد في احام بينهم من بعض. نسال الله ان يكون سلامه الصدر للجميع. امين يا رب العالمين. لان النبي قال: ولا يطعن احد فرشكم احدا تكرهونه. لا هو الكلام لها هي. نعم. هي 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 هي, هي اللي تفتح. نعم. في ذلك. نعم. فالمهم انه الغرض المقصود انه الحق انه لو قال لها لا يدخل خلاص لا يدخل، لو قال لها. لكن لو لم يقل متعارف عليه من الناس ان هذا من باب صحيح. كرم الضيافه كمان. ايوه بالضبط. فما فيها اي شيء. بارك الله فيكم. كل وهنيئا مريئا يا اخ يوسف. الاخ عبد الله توفي من اربعه، معذره اخي عبد الله، يقول: اخي توفي وله اربعه، شهد له اربعه بالخير، معذره علي شطبت الكلمه. بصلى عليه اربعه مثلا. لا شهدوا له بالخير انه هو من الصالحين وهو كان كذا وكان كذا. هي الشفاعه، هي الشفاعه. هل هؤلاء يشفعون له ان شاء الله؟ ان شاء الله تكون شفاعه له. هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بانه لو صلى عليه ثلاث صفوف، لذلك انا اقول للناس اللي بتصلي جنازه يجتمعون في صف واحد، السنه كثره الصفوف، خلي صف يعني الاول قصير وكثر من الصفوف، لان السنه جاءت بان من صلى عليه ثلاثه صفوف شفعهم الله فيه. طبعا في ثلاثه اشخاص. المهم حديث ابن عباس صلى 40
لا، لكن يشترط انهم من اهل التوحيد. نعم. فيشفعهم الله فيه. بارك الله فيكم. امت الله تزوجت من 3 سنوات والزوج على ما وصفت لا يصلي ويسب الدين وتقول هو معايا كويس، بس هي تعمل معايا ايه شيخنا الكريم؟ نعم. يعطيها الدنيا باسرها ما تغنيها عن الله شيء. حضرتك ضربت على وتر راقي. كان فين اصلا لما تقدم؟ المفروض الحديث ظاهر، ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه الان وجوه، فانتهى الموضوع. طب دينه، انا ادين الله بان المساله على الاصول الخلقيه، الالتزام اذا جاء على الاصول الخلقيه يكون شامخا، لكن ان لم يكن اصول خلقيه ولو جاءت الديانه الايمان يخلق. نحن ياتينا الفطور تاره، نعلو تاره، فاهمني حضرتك؟ يبقى حسن الخلق. يعني لو استمر على ما هو عليه بعد المصاحة ما لا تستمر معه بهذه الحال. رجل بيسب قال بيسب الدين كثيرا ولا بيشرب يصلي، لا ويشرب اشياء غير الدخان في هذا الباب، فهي تحاول قد كان ان تكون خير عون له، فان لم تجد فائده فتستريحهم باحسان. بارك الله فيكم. نعم شيخي الكريم، اخ يسال على الصفحه، هل يجوز الصلاه وانا على جنابه؟ نعم. صلاة الجنابة إن صلى قاصدا من ذلك مستهزئا على مهلكة عظيمة. الجنابة مانع من الصلاة. الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. الرجل وقف في آخر مؤخرة المسجد بعدما صلى النبي مسجد الخيف، ذهب إليه قال: ألست برجل مسلم؟ لم تصلي معنا؟ قال: قمت جنبا. يعني الجنابة تمنعني من الصلاة. فالجنابة وصف، هو ده الحدث، وصف طارئ يمنع من صحة الصلاة، فلا بد من رفعه ويرفع بالاغتسال. جزاكم الله، فما يجوز له ان يصلي جنبا. بارك الله فيكم. الا في حاله، سامحني، الا في حاله واحده، وجد الماء والبرد شديد ولا يستطيع استعماله، يتيمم ويصلي. قتلوه قتلهم الله. من افتى هذاك؟ صحيح. لكن هو قال لي من رخصه. ممتاز. قالوا لا، ممتاز، معهم شطر علم. شوف انظر بقى، يتقحم النار على بصيره من تجرع على الفتوى. شطر علم اهو الان، يعني مش جهل، لان هم قالوا ان الشرط عدم الماء، وانت واجد للماء، فواجب عليك ان تغتسل. لكن هو لم يعلموا ان فاقد الماء فاقد حكما او حقيقه. الشطر الذي في سؤالين هنا انه يكون فاقد الماء حكما لا حقيقه، فيتيمم للصلاه، لكن يصلي جنب ما يجوز في حال من الاحوال. جزاكم الله خير دكتور محمد. اخيرا، حكم لاعب لعبه تنس ارض للبنات فوق 15 سنه، مع العلم ان الملابس فضفاضه ولكن المدرب رجل. لا لا، ما يجوز. اللاعب نفسه يجوز، ليس فيه ثمة شيء. اللاعب نفسه لا يجوز، ما في شيء. تدربهن امرأة. نعم، تدربهن امرأة، وايضا ما يعني حتى لو كان فضفاض، ايش فضفاض؟ لابد لهن، لانه ما فضفاض مش هتستطيع ان هي تلعب بها، لان تعرف حضرتك المربع هذا وله مسافات معينة وله سرعة معينة لابد ان تجري اليها. يعني البنت مثلا تعطيها الكرة قصيرة فوق خلف الشبكة، لازم تسرع الثانية حتى تدركها. نعم. إذا مع الفضفاض تقع ولا يمكن أن، يعني فيش استمتاع باللعبة لو قلنا بأنها تلعبها. فالحق أنه ما يصح تدخل الرجال في هذا الباب، لأن الزي لا يمكن أن يكون فضفاض وتستمتع بها. جزاكم الله، والاحتكاك طبعا معه. نعم طبعا، مسألة الصديق اللي يعني يرتكب العادة القبيحة، هو متزوج ويريد أن يرجع ولكنه ينوي التوبة، يرجع مرة ثانية، متزوج ويرتدي عادة، يفعل العادة السيئة. نعم شيخي كريم، يعني هذه المسألة طبعا، الأول أقول هو يفعل ذلك، هو متزوج، يعني متزوج يغنيه الزواج عن ذلك، لكن هذه معناها أنه أصلا قبل الزواج كان يستمر على ذلك. إلف هذه المسألة، لكن المسألة كفقه انصافا كما تعهد علي انصافا، المساله فيها خلاف. الحنابله قالوا بالجواز، و لكنه هكذا مضيع لحق زوجته. هو كمان هو السؤال ليس في ذلك، لكن لو مضيع هذه مصيبه اخرى. الائمه الثلاثه يقولون بالحرمه، وهو الصحيح انها حرام، لقول طبعا ما فيش نص ولا نص صريح صحيح بالحرمه، كلها استنباطات. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك، وهذه من وراء ذلك. نعم. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا شوف النبي في قاعده فقهيه تقول ما خير النبي بين امرين اختار ايش؟
أيسرهما. يعني الشريعة جاءت بالتيسير في الاختيار بين المشقة والتجديد والتيسير. ممتاز. نعم. هنا الآن أن يسلم قال يا معشر الشباب عليك. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج. طيب قال فمن لم يجد أيما أيسر، الصوم أم فعل هذا؟ أيما أيسر؟ الصوم. لا مش ممكن، وحضرتك بس حياء قلت ذلك. لا الأيسر الأمر الآخر، الله هذا الأيسر، إن الصوم فيه ما فيه من أن يمتنع عن الطعام والشراب ويتحمل، لا سيما إذا كان في ظمأ النهار وفي الصيف. صحيح. فلما أحاله النبي صلى الله عليه وسلم من الأيسر إلى الأشق علمنا أن الأيسر حرام، لأن النبي ما يخير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن حرام. حراما أو إثما. فهذا يبقى معنى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأشق وطرح الأيسر، علمنا أن الأيسر هذا محرم. جزاكم الله خير دكتور محمد، ومتعكم الله بالصحة والعافية. هناك أسئلة على الصفحة ولكن للأسف الشديد الوقت انتهى. دكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمه. أمين. جزاكم الله كل خير، وجعل الله مسعينا ومسعيكم في مراضيه. اللهم أمين. ويلهمنا الله وإياكم الإخلاص، اللهم أمين، والصدق في القول والعمل. اللهم أمين. أمين. وبصدق يعني نفعنا الله بعلمكم ونستفيد كثيرا. أداكم فوق رؤوسنا تيجان. الله يحفظك. ونسأل الله أن نتعاون على البر والتقوى. اللهم آمين. وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين آمين يا رب العالمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وشيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضى المسلمين. أتم الله عليه. نعم. اللهم آمين آمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وَمَا أَرْسَلْنَا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.